خلينا دلوقتي نروح للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، وأبرزها بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم الساعة 10 بالليل. طبعا خلاص المواعيد الشتوي، كل سنة وحضراتكم بخير. كمان غلق محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول عشان يتم تجهيزها كمحطة تبادلية مع الخط الثالث للمترو. أيضا موضوع خطبة الجمعة النهاردة هيكون عن حياة النبي من الميلاد إلى البعثة. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ رسمياً تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمقاهي والمطاعم، واللي بتتضمن فتح المحال التجارية والمولات التجارية كل يوم من الساعة 7 الصبح وتقفل الساعة 10 بالليل، وفي أيام الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية للدولة بتقفل الساعة 11 بالليل. النهاردة هيتم غلق محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول للمترو على مدار اليوم، تمهيداً لافتتاح أربع محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، هي ناصر ومسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات. وهيتم تجهيز محطة مترو جمال عبد الناصر علشان تكون محطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة. النهاردة جامعة الأزهر هتغلق باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة اللي فاتت، وده بعد انتهاء الفترة اللي تم فيها السماح للطلاب المتخلفين بالتقديم للتنسيق. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة عن حياة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من الميلاد إلى البعثة. وزارة الأوقاف شددت على جميع الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً، وما تزيدش مدة الخطبة عن 10 دقائق.